السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. المشاركة الدولية مشاهدي الأحبة اليوم كانت في العاصمة بغداد على طاولة انعقاد المؤتمر الخاص لطريق التنمية الاستراتيجي. كانت تسلط الضوء على أهمية المشاركة الدولية والإقليمية والدعم الفعال لهذا المشروع لما له أهمية كبيرة ترتبط بها دول الشرق والغرب، حيث أعلن المتخصصون عن اكتمال التصاميم الخاصة بإنشاء خطط سكك حديد بين مدينة البصرة المطلة على مياه الخليج العربي وصولا إلى الأراضي التركية ضمن الاتفاق العراقي التركي المبرم أخيرا لإنشاء طريق التنمية التجاري بين البلدين. هذا المشروع وكما وصفوه هو مفتاح الربط التجاري بين آسيا وأوروبا، وتبلغ كلفة المشروع 17 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات هذا المشروع أكثر من 4 مليارات دولار سنويا. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فبعد أن تخطط الموازنة الثلاثية حواجز رئيسة واقتربت من الدخول الآمل لبيت التشريع، إلا أن الخلاف كمن في التفاصيل الأخيرة اللي بددت فرص الاتفاق وضيعت القشة، قشة النجاة التي كان يعول عليها لطوي صفحة استحقاقات الإقليم والمحافظات، فبين من يراها ضرورية لتحقيق العدالة والإنصاف حسب استحقاقات السكان ومتطلبات حزب أربيل الحاكم أنها منافية للاتفاق السياسي بين المركز والإقليم وتضرب أسس الأمان والاستقرار السياسي، وبين رأيين باعتمادهما خطوات العمل النهائية تتآكل فرص الحسم بإنجاز الكسر وجبره قريبا، وما يعني هدر إضافي في التوقيتات التي يجب أن نحافظ عليها. هاي الملفات مشاهدي الأحبة راح نناقشها ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله. نتحدث عن انطلاق مؤتمر القناة الجافة اللي يتميز بحضور مستشاري دول الجوار اللي بلغ عددها 10 دول بين الخليجية والإقليمية لعرض فكرة المشروع وكذلك وضع المخططات لتعريف الدول به، بالوقت اللي تتطلع الحكومة العراقية إلى تحول هذا الخط البري وسكك الحديد إلى شريان حيوي للاقتصاد، ليس فقط أن يكون مجرد طريق ترانزيت. تفاصيل الأوفى والأخرى نتابعها من خلال تصاريح الخبراء والمعنيين بهذا المشروع. تطرقنا في المؤتمر إلى المراحل التصميمية وإلى التفاصيل الدقيقة الخاصة بمسار الطريق، وكما تطرق دولة رئيس الوزراء والسيد وزير النقل إلى أن هذا المشروع سيكون بداية إلى مشاريع أخرى إن شاء الله تقودنا إلى الاستقرار الاقتصادي والاستقرار الاستثماري في البلد. هذا الحضور من كل البلدان المدعوة دليل اهتمام هذه البلدان ودليل استعدادها للمشاركة. فكرة المؤتمر اليوم، هذا الحضور الرسمي من الدول العربية والشقيقة، دلالة على أن الهدف المشروع بدأ يحقق أول أهدافه، وهو أن يجلب انتباه هذه الدول. المشروع أكبر من كونه مشروع محلي، هو مشروع لنقل البضائع كل الدول المجاورة في العراق. هناك أفكار مستقبلية بين كل الدول، بلاد الشام، إيران، السعودية، تمت طرق برية وطرق أيضا سكك حديد لكي ترتبط أو تربط منشآتها الصناعية وبضائعها بطريق التنمية. هناك آثار اقتصادية كبيرة للعراق، أنه سينوع مصادر الدخل ولا يعتمد فقط على النفط، حيث أن هذا المصدر هو مصدر متجدد ويربط طريق التجارة الآسيوية الأوروبية، الغرب يربط الشرق بالغرب بمسار بري وكذلك مسار بحري، لذلك هو سيعتبر ممر جديد ويرسم خارطة جديدة للاقتصاد العالمي من خلال هذا الممر. هذا سيترك آثار اقتصادية إيجابية على الاقتصاد العراقي، لأنه عملية تحديث خطوط النقل البرية والسكك الحديدية سيضيف إمكانيات للتواصل مع العالم. هذا الطريق سيكون رابطاً بين الشرق والغرب لنقل منتجات وبضائع المنتجة في جنوب شرق آسيا إلى أوروبا، وسيقصر المسافة من 15 إلى 18 يوم. اليوم نحن متواجدين كوزارة نقل في هذا المؤتمر والمحفل التاريخي للإعلان
رسميا عن مشروع طريق التنمية، هذا المشروع الواعد الاستراتيجي الذي تبنته الحكومة العراقية برعاية رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني، سيمر بعشر محافظات أو ربما أكثر. بالتأكيد هذه المحافظات ستزدهر تجاريا واقتصاديا، سيشغل أيدي عاملة ما يقارب أكثر من 100,000 فرصة عمل للشباب العراقي. طبعا مشروع طريق التنمية مشروع مهم للعراق على المستوى الاقتصادي والأمني والسياسي. على المستوى الاقتصادي هو سوف يوجد نظام بنى تحتية حديث من خطوط سكك وموانئ ومطارات وخطوط سريعة وخطوط نقل البضائع والسلع والخدمات، سيوجد أكثر من 100,000 فرصة عمل. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين، الأستاذ يونس الكعبي مدير عام الشركة العامة للسكك حديد العراق، حياك الله أستاذ يونس ضيفا كريما، وكذلك أرحب بالأستاذ دريد العنزي الخبير الاقتصادي ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك أستاذ يونس، نتحدث عن الحضور الدولي اللافت في هذا المحفل بحضور 10 ممثلين، هل يعكس اهتمام الجوار العراقي أيضا بهذا المشروع ومعرفة جدية المشاركين الانخراط في هذا المشروع، مشروع التنمية؟ نعم، أولا مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام، وتحية للضيف الكريم أستاذنا الكبير. الحقيقة هذا اليوم هو يوم مفصلي في تاريخ الاقتصاد العراقي، لم يحدث إجماع يعني محلي وإقليمي ودولي على أحد المشاريع الاستراتيجية كما حدث مثل هذا اليوم. اليوم يعني هذا الحضور الدولي اللافت للنظر، يعني الاستجابة الكريمة من لدن وزراء ومن يمثل هؤلاء الدول في هذا المحفل برعاية دولة رئيس الوزراء، أيضا أعطى رمزية أكبر للمؤتمر، وأيضا الحضور لمعالي وزير النقل، إضافة إلى مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واتحاد دول الخليج العربي، مجلس تعاون دول الخليج العربي، هذه المؤسسات الكبرى، إضافة إلى الدول اللي هي بحد ذاتها لها ثقلها السياسي والاقتصادي، فإجماع جميع هذه الجهات مع الإجماع الداخلي أعطى رسالة قوية لهذا المشروع أن يكون واحد من أكبر المشاريع تنفذها العراق بعد بناء الفاو الكبير، وهو مشروع مكمل لبناء الفاو. بالتأكيد سيجمع هذا الطريق إضافة إلى الموانئ الجنوبية، سيكون يعني بوابة للعراق ليكون ممرا اقتصاديا نحو الأسواق الأوروبية، وكذلك باقي الدول ممكن أن تكون مشاركة بفعالية في مثل هذا المشروع العملاق. بالمناسبة نحب أن ننوه أنه ليس مشروع نقل فقط، رغم أن وزارة النقل هي من ستنفذ هذا المشروع، هناك خطط لمد الكيبل المحوري للإنترنت مع هذه القناة، أيضا هناك فكرة لمد أنبوب للغاز لتصدير الغاز العراقي مستقبلا إلى الأسواق الأوروبية، وهذا يعطي لهذا الطريق وهذه الحزمة من المشاريع حزمة اقتصادية قوية جدا، لا يمكن أن تتأثر لا بالأسواق العالمية ولا بالتقلبات السوق مثل النفط متقلب سرعة متقلبة في العالم، ولكن أجور النقل بالعالم ثابتة، وأيضا عالم الاتصالات وسوق الغاز سوق واعد. هذا الحزمة ستعطي يعني دافعا لمشاريع تنموية كبيرة على مدى 1200 كيلومتر نايك عن المشاريع التنموية الكبيرة التي ستقام على أرض ميناء الفاو. ميناء الفاو ليس مجرد أرصفة بحرية لنقل وتبادل البضائع، وإنما ستكون هناك مدن صناعية وتجارية ومناطق حرة، وأيضاً
مناطق سكنية وحضرية وترفيهية. يعني الموضوع ليس موضوع نقل فقط، وإنما بنى أساسية لتجمعات صناعية وزراعية وتقنية، وأيضا نواه لإنشاء مدن جديدة. يعني بعد اكتظاظ المدن الحالية بالسكان، هذه فرصة لإنشاء مدن على طول الطريق. هذا الطريق بمعظمه يمر في مناطق غير مأهولة وبعيدة عن مراكز المدن، يعطي فرصة لإيجاد حويصلات سكانية بعيدة عن التضخم وازدياد الكثافة السكانية في محافظاتنا العزيزة. هذا كله يعني يلخص معنى طريق التنمية. الطريق ليس مجرد واسطة نقل أو ترانزيت، هي فرصة حقيقية وبنى تحتية لأي فكرة استثمارية أو صناعية أو تجارية أو حتى صناعات نفطية أو تخييرية. بهذه الحالة أستاذ دريد، جدا ترحاب بحضرتك ونتحدث عن كل هذه المشاريع التي تروم الدولة أنه تطبيقها وإنشائها. شنو طبيعة الآثار الاقتصادية اللي راح يتركها هذا المشروع بشكله الواسع على بنية الاقتصاد العراقي، سواء من خلال فرص العمل، الخدمات المرتبطة بالمشروع، كما تحدث عنها الأستاذ الكعبي بأنها خدمات كبيرة جدا. السلام عليكم. عليكم شكرا على الدعوة. حياكم الله. مرحبا بك بالأستاذ يونس العزيز ومستمعيكم الكرام ومشاهديكم. هذا الميزة الأساسية مع هذا المشروع أنه مو نقطوي، يعني أنت تنشئ مصفى منطقة محددة، تنشئ بتروكيماويات منطقة محددة. هذا أخذ العراق من الشمال للجنوب أو من الجنوب للشمال. إذا كان هناك أي أنشطة ملحقة بهذا القطاع فهي بوجودة تنشط. يعني أنت أكو خدمات للسكك وأكو خدمات للنقل بواسطة السيارات، أكو خدمات للسكك هي المحطات الكهربائية اللي يجب أن تكون متسلسلة على طول الخط، وبالخصوص لغرض التغذية وتشغيل السكك. الملاحظة اللي أريد أقولها أنه يجب أن تكون هناك نظرة متناغمة بين الميناء والخط العراقي والخط التكميلي داخل تركيا. أي واحد يتخلف عن الآخر يفشل المشروع أو يتأخر. أما من الناحية الاقتصادية مثل ما قلت لك راح تصير أنشطة خدمية. بالنسبة للسكك ما أكو توقف، وبالخصوص لأنها كهربائية وسريعة. بالنسبة للنقل البضائعي راح تصير يعني تحتاج إلى قانون وتحديد أي نوع من البضائع تنقل. أي بضاعة تجي عبر البحر لأي بلد مشارك ما تدخل العراق، لأن يعني عندنا ميناء الفاو. أي بضاعة تنتج في البلدان المشاركة للتوجه الأوروبا تدخل على السيارات وتدخل على القطارات. اللي تتميز بهذا الموضوع هي إيران. إيران تحد دول في أواسط آسيا ما عدا محيط البحار سواحل، فمن الممكن أن تتحرك إيران وتعمل لها خط للبضاعة اللي تصدر إلى أوروبا وللبضاعة القادمة من أوروبا، بس على أن لا تجي عبر الموانئ. أي بضاعة تجي عبر الموانئ تتعب العملية كلها. خط السكك الحديد، هذا الخط يعتبر منشط للاقتصاد من الشمال إلى الجنوب كما ذكرنا، ويخلق فعالية عملية العائدية ماله. احنا مع الأسف إلى حد الآن راح نهيئ 5 أرصفة بالميناء الفاو كبير، بينما هي 90 رصيف. يعني هالخمس أرصفة تخدم بشكل بطيء، راح كثير كثير من الأسئلة. ليش هالمردود هذا تأخر أو هالمردود هذا قليل؟ لأن ميناء الفاو بعد ما متكامل. 5 أرصفة قياسا إلى 90 يعني فرق كل شوية، فراح تثير
يعني يجب أن يكون هناك توضيح من الجهات المعنية. كثير من الأشخاص وكثير من المعلقين يدخلون بين الربط السككي هذا اللي نسميه ميناء الجاف أو خط التنمية أو أيا كان المسمى والسكك الداخلية. سكك الداخلية نظام خاص قائم بحد ذاته، وهذا نظام خاص. الخلط اللي يصير هذا هيك يعني التعليق أنه كان هناك خط نقل خاص للفوسفات للبصرة وخط نقل خاص للكبريت للبصرة. هاي الخطوط الداخلية تمشي، خطوط تداول اقتصادي داخلي، خطوط تداول اقتصادي مع دول الجوار. هذا الخط خاص عالمي، إذا يصير أي اتفاق مع دول الجدار الجوار لغرض توفير أكثر من البضاعة المنقولة يجب أن يكون له قانون خاص. القانون يجب أن يكون البضاعة المنتجة والبضاعة المستهلكة في البلد تدخل بالعملية، لكن مو البضاعة اللي تجي عن أي ميناء وبالخصوص الخليج العربي. العائدية الاقتصادية اللي النفسية بأنه راح يشوفون أكبر في كل المحافظات، وبالخصوص أنا بعد ما قرأت التقرير مال الشركة الإيطالية أنه راح يصير المرور خارج المدن، ما مثل بعض التصريحات اللي تطلع داخل المدن. وإذا صار داخل المدن فهاي عملية كارثية، لأن راح يمر يعني يعرف أستاذ يونس منطقة محرمة، طرق سريعة، خطط العفو قال السكك الحديد، ومنطقة محرمة 400-500 متر العرض مالها، تدخل بأي مدينة تدمرها، تعال أنت عوض فلوس. بينما الخط البري، وهي أنا ناقشتها قبل ما يصير هو حضرته مدير عام مع لجنة داخل السكك، ف يعني ينشئ في الدافع، إذا ما أنشئ أي شيء بس ينشئ في الدافع محطات الكهرباء اللي تغذي هذا الخط، من الممكن أن تجهز كهرباء على أي مادة تستعمل تحتاج الغاز. يعني هذه الفكرة اللي موجودة أنه راح يستثمر عكاز كل الغاز ماله يغذي هاي المحطات الكهربائية اللي تغذي وتسير بالقطار. طيب يعني أكو في التداخل. نعم. استهلاكه. طيب. وضعه هذا الموضوع راح يقودنا إلى أن نسأل أستاذ يونس، عملية تطوير الخطوط، خطوط السكك الحديد وأيضا المسارات البرية، القناة الجافة، هل راح يعزز من موقع العراق كرابط للتواصل بين الشرق والغرب؟ نعم بالتأكيد، يعني اليوم العالم يتجه نحو النقل البري السككي. هذا العالم يعني يمكن أكثر الدول يعني انفاقا في هذا المجال هي الصين، تريد أن تربط العالم الشرق بالغرب عبر منظومة سككية برية، بحيث هذا لا تتأثر لا بالمواسم ولا بالأحوال الجوية. يعني الكل يعرف أن بعض الموانئ في بعض مواسم السنة قد تغلق، يعني بسبب سوء الأحوال الجوية، بسبب درجات الحرارة، بسبب عدم وضوح الملاحة، لأي سبب إن كان. ولكن النقل بالسكك يكاد يكون ثابت، وعلى مدار السنة لا يمكن إلا في ظروف قاهرة أنه يتوقف النقل بالسكك. لذلك فكرة عالمية اليوم أنه يتحول هذا النقل الكبير والهائل والانتقال بين الأسواق العالمية أن يكون الانتقال هو عبر السكك الحديد، عبر خطوط تمتد من شرق الكرة الأرضية إلى غربها، والأسواق الأوروبية ترتبط بالأسواق الآسيوية والخليجية. وهذه الفكرة العالمية بدأت تتبلور، بحيث حتى دول لم تكن فيها سكك أصلا بدأت تفكر، بل أنجزت سكك حديد مثل دول الخليج مثل عمان والإمارات وقطر والسعودية، لم تكن لديها خطط لإنشاء سكك حديد. اليوم بدأت تتسارع في إنشاء يعني سكك حديد، لأنها أدركت أن الاقتصاد العالمي اليوم يحتاج إلى السكك الحديد كناقل أساسي للاقتصاد العالمي والتبادل السلعي والتجاري. استباقيا يعني بدأت هذه الدول
بإنشاء مثل هذه المشاريع. لا ننسى أنه تركيا أيضا طورت كثير من شبكاتها السككية لأنها تدرك جيدا أن الممرات ستكون عبرها إلى أوروبا، وهذا عامل اقتصادي قوي وجيد ومفيد لكل بلد يمكن أن تمر عبر البضائع. العراق يعني بقي يعني ربما الفترة الماضية كان مغيب هذا القطاع، اليوم يعود بقوة يعني شديدة إلى الساحة، أن الحاجة أصبحت ماسة إلى السكك الحديد، فنحن نطير بجناحين. أولا نذهب إلى بناء هذه الشبكة الحديثة والسريعة والمتطورة، إضافة إلى تطوير الشبكة القديمة. الشبكة القديمة لن تلغى، يعني بقيت هذه الشبكة موجودة وتمتد لأكثر من 2000 كيلومتر وتغذي معظم المشاريع الصناعية المرتبطة بها، المصانع الكبرى، مصافي النفط، صوامع الحبوب لوزارة التجارة، جميعها مرتبطة بالشبكة القديمة، وبالتالي لا يمكن إلغاء تلك الشبكة بل نعمل على تطويرها. ولحد الآن نحن نعمل على تطوير وتحسين أداء الشبكة الحالية. نحن اليوم ننقل مثلا النفط الخام من حقول القيارة في الموصل إلى التصدير في موانئ الجنوبية لحساب شركة سومو، ننقل البطاقة التموينية حصص المحافظات من الحنطة إلى المحافظات التي يمر بها خط السكة من مدينة الناصرية صعودا، وسنصل قريبا إلى سالة الشرقاط في الموصل قريبا إن شاء الله، يعني نعمل على إصلاح الخط الذي دمره الإرهاب وسنعيد العمل بهذا السالة، كما أصلحنا سالة خانضاري في محافظة الأنبار. نعمل ليلا ونهارا، ربما البعض لا يعلم بهذه المعلومات، السكك الحديد تعمل وتطور نفسها بنفسها برغم الظروف الصعبة، برغم الخسائر تكبدتها نتيجة الحروب والإرهاب، ولكن عمل جاري، ونحن عازمون على تطوير السكك الشبكة الحالية وإنشاء هذه القناة الجديدة بسكك متطورة وتعمل بأنظمة عالية وأيضا تعمل بالطاقة النظيفة. هذا الموضوع اليوم أشار إلى دولة رئيس الوزراء، نحن نأخذ بنظر الاعتبار التغيرات المناخية في العالم ونحاول أن نقلل من الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام الطاقة النظيفة في مشاريعنا المستقبلية. هذا واحد من المشاريع اللي سيعمل بالطاقة النظيفة بالكهرباء. أيضا مشروع قطار بغداد المعلق إن شاء الله سيطلق قريبا بعد إطلاق الموازنة، أيضا يعمل بالطاقة النظيفة بالكهرباء وهو صديق تام للبيئة وأيضا يعمل بمواصفات عالية. هكذا يعني كل مشاريعنا المستقبلية سنراعي هذه الأمور، نراعي المواصفات، القضايا تتعلق بالسلامة، قضايا تتعلق بالبيئة، المعايير الدولية، نعمل جنبا إلى جنب مع الاتحاد السكك العالمي لتطبيق أحسن المعايير العالمية في النقل بالسكك الحديد، نراعي أيضا الضوابط والتعليمات نقل المواد المختلفة بما فيها المواد الخطرة، نراعي مسألة السلامة، سلامة الأشخاص، سلامة التجمعات السكانية، كل هذه الأمور تأخذ بنظر الاعتبار في دراسات عميقة ومستفيضة وباستعانة بشركات وخبرات عالمية وأيضا خبراء عالميين نستعين بهم وبخبراتهم من أجل الوصول إلى أفضل مستوى نقل سككي في العراق سواء على مستوى البضائع أو المسافرين. طيب أستاذ دريد، يعني هذا المشروع هل راح يكون كفيل بوضع ركيزة للاقتصاد العراقي غير الريعي إذا ما ابتعدنا عن قطاع النفط ونقترب من القطاع المستدام؟ يعني هذا ما أسس على فراغ، رأس البيشة اللي راح يكون منها المنطلق ميناء الفاو هي أقرب نقطة إلى أوروبا. يعني تتصور مثلا قناة السويس يعبر يوميا ملايين كونتينرات حاويات، هذا راح يمتص إلى ما يمتص، راح يمتص الثلث أو الربع في البداية لأن هذه 5 أرصفة أو فالنسبة معينة، لكن عندما يتكامل تدي عملية يعني اقتصادية مستمرة. وهي الحقيقة أنا راح أقولها أنه هذا الدولار اللي يجي من هاي العملية ما يدخل بالفدرالي، مو مثل النفط، هذا دولار نتصرف به إحنا في وقت مناسب، وإذا خصص بعد إعادة الكلفة
يعني هي الكلفة شوية رقمها غير ثابت إلى حد الآن. العائدية تتراوح بين 5 إلى 5.5 ومحتمل توصل 6 مليار سنويا. خلال 5 سنين احنا استعادينا رأس المال، مال السكك الحديد او الميناء الجاف او ميناء التنمية شي يسموه خلي يسموه، وكذلك يكون تخصيصات تكملة ميناء الفاو. وحتى اذا تركيا، حتى اذا تركيا لغرض استمرار العملية كما تصير بالنفط، نمد نفس الشركات تفتر على اكثر من دولة، والغاز كذلك، لانهم ايضا راح يصير مو بس نقل غاز، العفو بضاعة، راح يصير نقل نفط وراح يصير نقل غاز. سبب أزمة سوريا كلها مو وراء نقل الغاز. فمردود اقتصادي عالمي ومردود اقتصادي مثل ما تفضل الدكتور يونس انه ثابت، يعني بطيء الترنح والتذبذب بالكلف، لكن احنا شنو اللي نحتاجه؟ يعني انا عندي مقال ما بعد ميناء الفاو. سأل الكريم هسه لي لاحد الان ما كلفت لجنه لتخصيص او تعيين الاسعار كلف النقل، دراسه على من وين تنقل كونتينرات عالميا، شوف كلفه النقل على المساحه، على المسافه، لو على الوزن، اذا بضاعه مستقله، اذا غير، يعني مثلا لما تيجي سيارات من الصين وتجي، مو هاي كل وحده يريد لها. زين عندي فقره اساسيه، العالم ما تريد يكون هناك قطع بعمليه التامين، يعني البضاعه تجي للفاو مؤمنه وتطلع من شمال العراق، اذا طبت على فيش خابور راح تتاخر مثل العمليه، مثل تاخير الموازنه. طيب. لان الاقليم هم راح يخلي لي قانون وخلي لي ارباح وخلي لي بلاوي كلها، وهاي احنا والحمد لله نعاني منها. اما اذا طلعت لذلك احنا بحاجه انه اذا نعتبر هذا المشروع مشروع سيادي ويحتاج الى دعم مباشر من جميع الجهات المعنيه سواء على المستوى العراقي او حتى على المستوى الدولي، فضلا عن الغطاء السياسي والمحرك الرئيسي اللي تشير لحضرتك. تفضل بقى معي الأستاذ دريد العنزي الخبير الاقتصادي، وفي هذه الأثناء تقدم بالشكر الجزيل الأستاذ يونس الكعبي مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق، شكرا جزيلا لحضرتك أثرت الحوار. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة. الله مشاهدي الأحبة، وجدت ترحابي بضيفي الكريم الدكتور دريد العنزي الخبير الاقتصادي، حياك الله مجددا دكتور، وأرحب بالأستاذ عماد المسافر المحلل السياسي. ضيوفا كرام، أستاذ عماد أبدأ مع حضرتك، يعني كانت الآمال تعقد على حسم اللجنة المالية لجميع النقاط الخلافية والوصول بمواد الموازنة بأمان إلى قبة التشريع، لكن خلاف التفاصيل الأخيرة بعثر هذه الأوراق، هل لازلنا في الخلاف السياسي؟ شكرا جزيلا أستاذ، تحية لك وضيفك الكريم ومشاهدي ومتابعي قناتكم. حياكم الله. حقيقة هذه ليست المرة الأولى التي تتعرقل أو تتلكأ الإقرار الموازنة، شاهدنا هذه الحالة في سنوات سابقة، لكن ربما تختلف هذه المرة عن المرات السابقة، كون الموازنة لثلاث سنوات وكون أن هناك يعني ائتلاف إدارة الدولة مشكل هو داعم لهذه الحكومة، وكان الأمل أن تمرر هذه الموازنة بما تحويه من أبواب صرف وغيرها. ربما يعني البعض يجمع على أنه هناك خلاف بين المركز والإقليم على بعض أبواب الموازنة، هذا يعني الكلام غير دقيق 100%.
يعني الخلافات تحديدا مع الأخوة في الديمقراطي الكردستاني، أما مع بقية الأخوة الكرد المشتركين بالعملية السياسية لا توجد خلافات، بالعكس إن هناك انسجام وتوافق بتمرير الموازنة من خلال الأخوة بالاتحاد والجيل الجديد والتغيير، كذلك الحزب الإسلامي الكردستاني. هذه النقاط التي هناك خلاف عليها، الأخوة الكرد يعني يقولون أن هناك اتفاق سياسي شكل يعني نقطة تغيير أو خلاف ببعض بنود الموازنة، لكنه أنت تعرف أستاذ الاتفاقات السياسية لا تصمد أمام القضايا الدستورية، اللجنة المالية تعتمد النقاط الدستورية التي من شأنها من خلالها إقرار هذه الموازنة. طيب أستاذ دريد، يعني نتحدث عن حكومة إقليم كردستان، يعني عدت جميع التغييرات اللي جرت في اللجنة المالية أنها غير دستورية، تتنافى مع الاتفاق الموقع بين بغداد وأربيل. نتحدث عن هذا الاعتراض، يعني لم يوقف اللجنة المالية عن استكمال مهامها وذهبت لتدقيق جداول قانون الموازنة، فبالتالي أين نضع الخلافات السياسية تحدث عنها الأستاذ عماد المسافر قبالة الإجراءات المالية والاقتصادية اللي لا زالت مستمرة؟ السلام عليكم مرة ثانية، مرحبا بك وبضيفك الكريم. الحقيقة احنا متعارفين عليه مثل شعبي، اللي زعل اطرحها لي قدام، يعني ها كانت كلش متوقعة موضوعة الخلافات، يعني خلينا نقول اذا تفضل الاستاذ يقول مع جزء من الاكراد، بس الحكومة المركزية واللي بوقع كل الاتفاقات السابقة هي الحزب الديمقراطي الكردستاني. هاي الحالة يعني اللجنة المالية لا ناقشت أو أقرت أو اتفقت على المواضيع اللي من الممكن أن نختلف عليها وبسرعة نتفق عليها، أغفلت أن هناك تصلب دائما وهناك تشنجات مع الإقليم. يعني من قالك اتفاقات سياسية يعني نعرف بيها نعرف ما بيها بعضها، بس ما المفروض أن تؤدي إلى إيقاف الموازنة. المتضرر الأساسي هم هنا المركز ماشي الأمور، أكو مصارف أكو بنوك أكو شغلات أكو قروض مستمرة لتمشي تدريجيا، بس هم المتضررين الأساسيين ومتعنتين بهذا الموضوع. والموضوع كان المفروض اللجنة المالية تقر بالبداية في سبيل البقية والمواضيع الأخرى تقر بسلاسة. الفقرة الأساسية أنه يحاذرون أن يكون هناك أي تراجع يفقدون مكانهم بالإقليم، فيقول لك تتأخر أحسن ما احنا نطلع، لأن المنافسة بالوضع الإقليم أصبحت جدا قوية بيناتهم، لدرجة يعني سمعنا بس ما تأكدنا من مصدر ثقة أنه حتى تريد سليمانية تنفصل عن الإقليم. فهاي العملية كان يجب، والآن يعني يجب أن تشكل لجان أخرى مساعدة للجنة المالية في سبيل فض هاي المنازعات، احنا نسميها منازعات بالاقتصاد، لأن هاي العملية يعني راح تنحسب علينا اقتصاديا عالميا. موازنة داخلية صار لها كم سنة ما صايرة، هسه بعد استقرار الحكومة واستقرار المركز واتفاقات مع بين الإقليم والمركز اقتصادية، واقتصادية كبيرة ولو كانت سطحية، لكن على موضوع النقل النفط مع تركيا وإقرارها بمفاوضات خاصة حول ترتيب العملية النفطية، ويطالبون بإصدار قانون النفط والغاز، ما أعرف ليش ما يفرقوا طيب. قانون النفط وقانون الغاز. الآن يجب أن تكون هناك لجان داعمة للتوضيح مع الإقليم أو مع الحزب الحاكم بالأحلى. يعني حددت حضرتك أنه حزب أربيل أمام موقف التباعد أستاذ عماد بين أعضاء اللجنة المالية ونواب حزبي الديمقراطي والاتحاد الكردستاني، أسأل حضرتك هنا راح يتمركز الخلاف داخل قبة البرلمان، بالتالي نتحدث عن حجم الهوة اللي نسأل هل يمكن ردمها بسهولة؟
يعني إذا أردنا أن نتكلم عن خلاف داخل قبة البرلمان حول تمرير الموازنة، سوف لن نشاهد أو نجد هناك عدد كبير جدا يقاطع جلسة تمرير الموازنة، يعني كل الأطراف تقريبا مجمعة على تمرير الموازنة، لكنه اعتراضات الأخوة بالديمقراط الكردستاني أدت إلى ما أدت عليه. اليوم هذه الخلافات لا نشاهدها فقط داخل ممكن البرلمان هنا العراقي، شاهدنا قبل أيام الخلافات الكبيرة والعراق بالأيدي داخل إقليم قبة إقليم كردستان، والخلافات كبيرة ومعمقة داخل الإقليم، مما أدى أنه هناك يعني رؤية كبيرة داخل الأوساط الكردية المعارضة يعني للديمقراط الكردستاني تريد أن يكون القرار قرارا مركزيا بيد الحكومة العراقية، أو الانفصال على الأقل تخصيصات الموازنة تذهب مباشرة إلى السليمانية دون أن تذهب إلى أربيل ومن ثم يتم توزيعها. الخلافات موجودة، لكن سبل حل هذه الخلافات أكيد من خلال الحوار، ومن خلال يعني طاولة الحوار ممكن جدا أن تذلل هذه الخلافات. أنا أعتقد أنها هذه المشكلة لن تصمت طويلا أمام هذا الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المالية وبذلته الكتل السياسية وحتى القيادات السياسية من أجل تمرير موازنة لثلاث سنوات. في قابل الأيام القليلة ستمرر هذه الموازنة وسيكون انفراج لهذه الأزمة. طيب أستاذ دريد، يعني هذا الخلاف هل راح يأكل من التوقيتات الزمنية لإقرار الموازنة اللي ينتظرها المواطن البسيط وتنتظرها الحكومة؟ عندنا برنامج ينتظر موازنة تقر لثلاث سنوات حتى يبدأ بالتنفيذ. والله سيدي الكريم، يعني أكثر من مرة، يعني ما أتذكر كم مرة، الفقرات اللي أقرت تصدر تمشي تنفذ، والفقرات المعلقة يخصص إلها برنامج خاص لغرض حلها. لكن هاي الفقرة مع الإقليم يعني شوية من الفقرات الكبيرة، يعني هسه الآن إذا أقر ما أقر وبعث البرلمان اللجنة المالية للإقليم بتواجده بالبرلمان للتصويت العام راح ينسحب، راح ترجع العملية مدولبة، وعملية تأخير أكيدة. يعني احنا كنا نقول اذا وصلت للخامس يعني اكو مشكله، لا والله راح توصل للسادس ويمكن للسابع الى ان تنتهي العمليه ب يعني تسويه غريبه، لان الان اكو يعني دا نشعر اكو فد نوع من الحسم بالنسبه للموقف مع الاقليم. يعني هو كان مؤتلف وموقع مع 10 كتل سياسية أكثر، نعم. الآن أكو لا أشعر آني، ما أدري التحليلات، أن هناك أكو داخل اللجنة المالية وداخل البرلمان من يقول كافي أن تأخذ أكثر من حصتنا. يعني طلعت عبارة أن الإقليم دا يأخذ أكثر من 15 محافظة، وهاي التخصيصات اللي كان مشكلها رئاسة الوزراء ودفعتها للبرلمان. الآن البرلمان من اللي يخفض بهاي النسب، يعني راح لأن منشورة ومعروفة راح تواجه الأكراد يعني عملية جدا ضخمة وكبيرة، قياس لتخصيص بنسب معينة عالميا تعتمد على عدد السكان. من تعتمد على عدد السكان الإقليم ما يحصل 10%، يرفض هاي العملية. انطينا الحل البديل، علش نعتمد ما عنده؟ فعملية الإقليم عملية تحدي يعني لا أكثر ولا أقل، وهاي تأخر الموازنة. وإذا كان هذا الموضوع تحدي، نرجع لهذا التقاطع أستاذ عماد اللي تسببت به تعديلات اللجنة المالية، يعني هو تحدي لمن؟ هل هذا التحدي ينسف الأجواء الإيجابية بين بغداد وأربيل، يوتر إدارة الدولة فيما يخص حصة محافظات الوسط والجنوب؟ هل تم زيادة المناقلات في التخصيصات إليها؟ ونتحدث أيضا عن نواب المحافظات اللي ما يريدون يمررون قانون الموازنة ما دام أن محافظاتهم لم تأخذ مشروع البترول دولار بصورة صحيحة.
يعني العديد من النواب داخل اللجنة المالية ممثلين للمحافظات الجنوبية كان لهم دور كبير بأن يكون هناك استحقاق لهذه المحافظات، هذه المحافظات التي يعني عانت ما عانت من خلال الميزانيات السابقة ومن خلال الحكومات السابقة التي لم تولي اهتمام كبير بهذه المحافظات التي ليس لديها يعني لا منفذ حدودي ولا آبار نفط ولا غيرها من الموارد التي ممكن أن تعين هذه المحافظة وتزيد من نسبة مصادرها. النواب الموجودون داخل اللجنة المالية وحتى داخل قبة مجلس النواب اليوم شاهدنا يعني بيانات لكتل سياسية داخل مجلس النواب أكدت على حقوق هذه المحافظات، كذلك أن هناك هذا الاتفاق، ونتكلم عن نسف هذا الاتفاق، أنه الاتفاقات التي كانت قبيل تشكيل حكومة السيد السوداني بين الإطار التنسيقي وبقية ائتلاف إدارة الدولة، محور هذا الاتفاق كان يتضمن أنه كل الخلافات الموجودة بين الكتل السياسية سواء بين المركز والإقليم أو حتى بين الكتل السياسية فيما بينها يكون الفيصل بحل هذه الخلافات هو الدستور. اللجنة المالية اليوم لا تأتي بشيء من غير الواقعي، اللجنة المالية تتعامل مع قضايا دستورية وهذا هو نص الاتفاق وروح الاتفاق. أنا أعتقد أن الأخوة في الديمقراطي الكردستاني في موقف حرج جدا أمام جماهيرهم، لا سيما أن الكتل السياسية يعني متمثلة بالإطار التنسيقي وحتى بقية الكتل بائتلاف إدارة الدولة تقول بالحرف الواحد نحن ليس ضد يعني استحقاقات المواطن الكردي، لكن هناك نصوص غير دستورية من غير الطبيعي أن تمرر بهذه الموازنة، وهذا يجعل الديمقراطي الكردستاني في موقف حرج أمام جماهيره وفي العملية السياسية برمتها. طيب أستاذ دريد، يعني لماذا يمتنع الإقليم عن القبول بشروط اللجنة المالية وتسليم المطلوب منها وما في ذمتها للحكومة المركزية مقابل إعطاء مستحقات في الموازنة؟ نتحدث عن 400 ألف برميل نفط يوميا تسلم لبغداد ومعها الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الدولة. يعني الآن الإقليم في موقف جدا حرج عن ما سبق، لأن انقطعت عنا أي واردات أو بالأحرى الأكبر حجم واللي هي الواردات النفطية. يعني تقريبا صار شهرين أو أقل شوية ما أكو واردات نفطية بسبب إيقاف تركيا لتصدير أو ضخ النفط. لكن ما سألت اللجنة المالية إيش قد يضخون غاز، ولا سألت اللجنة المالية وارداتكم من المنافذ الحدودية والمطارات، ولا سألت اللجنة المالية إيش قد عدكم حتى نعرف حجم العملية الاقتصادية اللي صارت عندكم. الآن يحتاج إلى مبلغ عالي سواء ضخ نفط أو لم يضخ، سواء ضخ غاز أو لم يضخ. والغريب أنه يريدون يصدرون قانون النفط والغاز، تجي على الموازنة بس حسابات النفط وكأنه الغاز مادة غير فعالة وغير مباعة، وعلما أنه الإقليم دي يصدر غاز إلى حد هاي اللحظة لأن القرار كان قرار عن النفط. هاي الحالة المادية اللي صارت عنده أو المالية اللي صارت عند الإقليم وضعتها في موقف جدا محرج. إذا تأخر 4 أشهر واستقطعت نسبة 400 ألف، خلي ما نقول سلمونا، نقول ما صدروا، معناته ما إجت للدخل، معناته الموازنة لازم تقلل حصة الإقليم بهذا الخصوص لأن ما أعطي للمركز المبلغ، وهاي سبب لهم إحراج جدا عالي. وهذه هي الفقرة الأساسية، هي أنه يستمر التعويض عن حجم وافقوا على 250 على 400 على أي رقم وافقوا، وإجا قعد واحد من عندهم معاهم مدير سومو، وإحنا إلى حد الآن ما عندنا شرطة هناك عربي ضمن الدستور. المهم فهذا الرقم الخيالي استقطع من الإقليم مع الحصص الإضافية للموازنة. الآن لا حصص إضافية للموازنة ولا وارد من النفط، يعني في أزمة وسببها
فئة معينة بالإقليم كلنا نعرفها، ما أريد أسمي بيها. نعم. هذا الموضوع يعني يخليهم يخسرون أكثر إذا استمر عدم التصدير. وعدم التصدير يعني فنيا ما أدري ليش الجماعة ما أعرف، يعني هو ده يوصل على نفس الأنبوب المضخات إذا ديرت ماصة كابسة للشمال خلينا نديرها ماصة كابسة للجنوب ونصدر من الجنوب إحنا. نعم. يعني عطرة تركيا دستور. نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ وليد العنزي الخبير الاقتصادي أثرية الحوار في الملفين، والشكر كثير لحضرتك أستاذ عماد المسافر المحلل السياسي، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.